يعني ما في أحلى من الابتسامة، وما في أحلى إنه تكون الابتسامة بيضة ونظيفة وهيك بتعبر عن صاحبها. رح نحكي اليوم مع هيك بالصيفية، كتير حلو إنه أكيد كل الأوقات هو حلو، بس بالصيفية هيك بنلاقي أكثر تركيز على تبييض الأسنان، طرق عديدة، صار في تقنيات جديدة، صار يمكن في كتير من الأشخاص بيلجأوا لدكاترة الأسنان أو تقنيات يستخدموها بالبيت. رح نحكي أكثر عن تبييض الأسنان مع الدكتورة ديانا أقبيق، أخصائية في طب الأسنان. صباح الخير دكتورة ديانا. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتورة. يعني كثرة الطرق وكثرة الاستخدامات، وكلنا بنعرف قد ايه كل حدا بيحلم وبيطمح انه يكون عنده ابتسامة بيضاء هي بتزيد من الثقة بالنفس، بتلاقي الواحد اذا اسنانه بيض على طول عم يضحك. فخلينا نعرف اهم الطرق المتبعة هلا واللي بتكون مضمونة اكثر شيء وبتطول ممكن لفترات اكثر. هلا كطرق تجميليه لتبييض الاسنان في عنا اما نحن نعمل تبييض الاسنان او نحن نعمل فينيرز اللي هي القشور الخزفيه اذا كنا بحاجه لهذا الموضوع. خلينا نحكي عن طرق التبييض بعيدا عن الفينير، يمكن في اشخاص ما قدرتوا يعملوا فينير او ايماكس او المستطبات، كيف فيهم يعملوا تبييض اسنان يكون مضمون؟ هلا اول شيء خلينا نقول شو يعني تبييض اسنان. تبييض الاسنان هو ازاله التصبغات الخارجية اللي هي بتكون على طبقة المينا، ممكن هي تكون مثل بقعة نقطية بتكون بلون بني أو أسود، وإزالة التصبغات الداخلية اللي هي بتكون بعاجل أسنان عبارة عن اصفرار. وفي عنا طرق بتكون ضمن العيادة وضمن المدى. تمام دكتورة، لكن هيك خلينا نحكي عن طرق داخل المنزل، ولكن خلينا نحكي عن طرق مضرة. نحن اليوم عم نشوف انه كتير من الصبايا عم يستخدموها، بشوفوا يمكن فيديو على الانستغرام او على اليوتيوب او على الفيسبوك، حدا عم يسوق لان كان منتجات طبيعية او ان كان منتجات، شو هو اللي ما لازم نحن نقربه على أسناننا؟ تمام. هلا أول شيء كطرق طبيب ضمن المنزل ما عندنا غير طريقة واحدة اللي هي بتكون بإشراف الطبيب، هي عبارة عن قالب بيكون نفس شكل الأسنان وبتنحط ضمنه مادة التبييض لفترة معينة من الساعات على حسب تركيزه. هي هي الطريقة الصحيحة. أما الطرق الأخرى اللي ممكن الخلطات تمام، ممكن تلاقي في مرضى عم يعملوا تبييض لأسنانهم بالليمون، بالملح، بالفحم، كلها طبعا هي أكيد أول شيء الطرق المتبعة عم تكون بطريقة غلط، عم بتكون لفترة طويلة، عم تكون التركيز أصلاً وظابط، كلها هي مع الوقت رح تعمل تأثير عكسي. ليه؟ لأنه هي المواد وقت عم تستخدم بطريقة خاطئة فهي عم بتروح الطبقة الملساء تبع المينا، وبالتالي هي عم تكبر تجاويف المينا، وبعد فترة من الوقت بيصير إنه المصبغات تعلق ضمن المينا والعاج بشكل أكبر، فبيصير عنا تأثير عكسي طبعاً، عدا عن قصافة الأسنان اللي بتصير، عدا عن الحساسية. خلينا نتعرف على الطريقة الأكثر أماناً، يعني اللي لازم أكثر الشيء الأشخاص إنهم يتبعوها، التبييض الليزري بتكون عند الدكتور ولا التبييض المنزلي؟ هلا دائما بقول انه اكثر طريقه تبييض امنه هي الطريقه اللي بتكون باشراف الطبيب المختص، تمام، سواء كانت منزليه او سواء كانت ليزريه، لانه كل طريقه في لها استطباباتها. هلا انا برايي يلي بده ياخذ نتيجه اعلى وبفترة أقل فمنستخدم التبييض الليزري إذا كانت حالة مينا الأسنان عنده تسمح بذلك. قد إيه ممكن تضل النتيجة قائمة؟ يعني في كتير أشخاص بيخافوا إنه أنا بدي أعمل تبييض ليزري، بيخافوا بيقولوا لك إنه أنا بكرة بعد مثلا فترة زمنية ممكن تكون قصيرة بدي أرجع، ممكن فترة زمنية تكون أقصر اللي بعدها بدي أرجع، وتستمر الحياة أنا عم روح أعمل تبييض ليزري لأسناني، قد إيه ممكن تطول الفترة؟ هلا تبقى مو أقل من سنة إذا حافظ عليهم، غير إنه حافظ عليهم التزم، في عنا تعليمات، في عنا مثلاً المريض المدخن هو مو استطباب الطبيب أبداً لأنه ما رح يستفيد شيء.
تمام. كمان دكتورة ديانا خلينا نحكي عن نقطة كتير مهمة، إن كان قبل التبييض ولا بعد التبييض، هو اختيار معجون الأسنان الصحيح. يعني عم نشوف كتير من البراندات يعني بيكون عندها هيدا بالفحم، هيدا بما بعرف شو، هذا كتير ببيض، هذا كتير منيح، ولكن في أسنان حساسة وفي أسنان ما بتتقبل أنواع من معجون الأسنان. خلينا نحكي عن المعجون يلي نحنا صح نختاره، إن كان قبل التبييض ولا بعد التبييض. هلا اول شيء انا برايي معجون الاسنان كنوع او كبراند مو مهم، هو الاهم انه المحافظه على تنظيف الاسنان. يعني بعد كل وجبه طعام يصير في فرشات الاسنان والمعجون، هي اول نقطه. ثاني نقطه تجنب الاطعمه المصبغه، تجنب المشروبات الغازيه، القهوه، الشاي، التدخين. هي برايي ممكن تفيد اكثر بكثير من معجين الاسنان اللي هلا اكيد كل حاله لها استطباباتها، بس مثلا المريض ما لازم يستخدم معجون الاسنان من دون ما يكون مستشير طبيبه. يعني حتى لو معجون الاسنان هذا بيعمل تبييض، بس مو شرط انه هو يناسب هذا المريض، لانه ممكن تكون الماده الفعاله للتبييض فيه المعجون قوية، بس يكون المريض عنده حساسية للأسنان فما يمشي، ما تناسبه. يعني في أشخاص عندهم تراجع باللسة أو التهاب لسة، فبدهم يعرفوا أنه أنه معجون لازم يستخدمه بالضبط وشو المناسب لإلهم. هلأ حكينا كتير عن الإيجابيات وعن الشغلات الحلوة لتبييض الأسنان، خلينا نحكي إذا في أضرار شو هي بتكون. هلا اضرار، اكيد في اضرار اذا ما استخدمه بالطريقه الصح. يعني اذا ماده التبييض انحطت على الاسنان لفتره كثير طويله وتركيز كثير عالي، تركيز لا يناسب طبقه المينا، لانه طبقه المينا بتختلف عند كل مريض. تمام، وحساسيه الاسنان بتختلف عند كل مريض، فاذا انحطت لفتره طويله وتركيز عالي فممكن يصير في عندنا قصافه بالاسنان، خشونة بيمينة السن، تروح الطبقة الملساء الناعمة، بتلاقي حتى شكل المينا بيصير طبشوري، وبعد فترة بتصير بتتصبغ بشكل أكثر. هاي الأخطاء مين مسؤول عنها؟ هلا او نتيجة الاضرار هي مين بيكون مسؤول عنها؟ هلا اذا كان التبييض باشراف الطبيب، الطبيب هو المسؤول عن اعطاء التعليمات للمريض. ونحن بدنا نوصل انه الطبيب هو المسؤول عن كل عطل وضرر. اما اذا المريض هو عم يستخدم طرق من عنده، طرق مبتكره وطرق منزليه، لا هو المسؤول عن هذا الشيء. طيب في كثير من الاشخاص بصير عندهم حساسيه نتيجة التبييض، أسنانهم بتكون أكثر حساسية. خلينا كمان نحكي كيف فيهم هدول الأشخاص يبيضوا أسنانهم حتى بعد التبييض، إن كان ليزري أو إن كان منزلي، بتلاقيهم ما بقى أبداً يقدروا لا يأكلوا لا يشربوا صح، السخونة الزايدة والبرودة الزايدة أيضاً. تمام، مثل ما حكينا انه خطة المعالجة من الاول قبل اي اجراء صحيحة هي بتؤدي لنتيجة صحيحة. يعني انا مريض راجعني بالعيادة، فانا بشوف كيف شكل طبقة المينا عنده، هل المينا فيها سحل، هل المينا ضعيفة، هل المينا هي فيها حساسية، ولا هل هي مينا قوية. وانا على هذا الاساس بختار تركيز المادة المبيضة، وبالتالي هذا الشيء بيؤدي لنتيجة صحيحة. اذا صار عند المريض حساسية سنية تالية، فانا بستخدم له فلورايد، بوصف له معجون بيكون غني بالفلورايد لانه هو بيخفف الحساسية السنية، ومضامد فلورايد طبعا، مع الانتباه انه ما نستخدمها بشكل زائد لانه كمان هي بتعمل اصفرار بالاسنان. طيب دكتورة، في اشخاص عاملين زيركون او ابتسامة هوليود، ممكن بعد فترة يصير عندهم لون غامق، يتغير اللون بعد فترة ممكن تكون طويلة، هون شو الطريقة لحتى نحن نعمل تبييض للأسنان الزيركون أو الإيماكس؟ أوكي، إذا صار في عنا تصبغات على أسنان الزيركون والإيماكس أكيد هي ما بتتبيض، مستحيل، لأنه ده تغيير من أول وجديد. مادة التبييض هي بتندخل ضمن المينا وقنيات العاج وبتتفكك وبتحرر ماده هي بتدخل ضمن الاصبغه، بهي الطريقه بيصير التبييض. اما الزيركون او الايماكس هي ماده كتيمه ما بتغير لونه، فما فينا. هلا الزيركون والايماكس هي من احد الايجابيات لهم انه اذا صار في تصبغات خارجيه هن قابلين لعمليه التنظيف، فبيروح المريض لعند الطبيب بيعمل له تقليح ومثل شيء اسمه بوليشينج
بيمشي الحال. تمام دكتورة ديانا، يعني اهم شيء الواحد يهتم بنظافة الاسنان وبجمالية الاسنان وقبله بعد. نصائح بتحبي توجهيها لكل حدا عم يتابعنا بختام حديثنا، كان للنظافة وكان للطبيب؟ هلا اهم نصيحه انه دائما اي خطوه نحن بدنا ناخذها سواء كانت تجميليه او علاجيه فانا لازم راجع الطبيب حتى هو يوجهني، اني انا ممكن ما بعرف شو الحاله اللي عندي، فما لازم اعمل اي شيء انا سمعانه عنه او انا شايفته بالجوجل او الانستغرام او شيء، لازم يكون في عندي انا طبيب مشرف على حالتي. وانا برايي الموضوع العلاجي لسه اهم من التجميلي، يعني انا اهتم بنظافه الاسنان واهتم فيهم ليكونوا بصحه جيده، هذا بالتالي لبعدين بقدر انا احسن شكل جميل، اما بس حسن شكل جميل ويكون السن تعبان او في الام ما حاستفيد شيء. طيب كم مره لازم تكون الطريقه الصح لاستخدام فرشاه الاسنان؟ كم مره لازم تكون صبح ومساء او 3 مرات باليوم؟ في ناس بعد كل وجبه بتفرشي اسنانها، اكيد يمكن هذا الشيء مضر. هلا بعد اذا تمت عمليه التنظيف بعد كل وجبه طعام لا هي منيحه، بس تكون طريقه التفريش صحيحه، يعني ما تكون عمليه التفريش راده او ما نكون نحن مختارين فرشات اسنان قاسيه وبالتالي تعمل سحل ميكانيكي وكيميائي على الاسنان، بس لا هو شيء منيح انه بعد كل وجبه طعام يتم فرشات يعني الاسنان. يعني فينا 3 مرات 4 مرات باليوم؟ 3 مرات تمام، المهم ما يضل في طبقه بليك على الاسنان. نعم شكرا كثير لك دكتوره ديانا، واكيد على النصائح اللي قدمت لنا اياها. شكرا كثير لك، شكرا لك دكتوره ديانا.